السيد طاهر بوشات محمد، رئيس تنسيقية الجمعيات للمقاطعة الإدارية لباب الواد ورئيس جمعية أبناء بلوغين للتنمية والمحافظة، يوم بساحة القيطاني تحت إشراف الولي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد السيد زيناي عبد الكريم، وبالتنسيق مع البلديات الخمس التابعة لنفس البلدية وبمشاركة مختلف الجمعيات النشطة والحرفيين من شتى ربوع الوطن، من بينهم الديوان المحلي للسياحة لبلدية نزلة ولاية تقرط، وأيضا حرفيين من ولاية تامن راست، وحرفيين أخرين من بينهم تعتيزي وزو. وحاليا راكم تشوفوا احنا ماذا بين الهدف الواحد من هذا النشاط الثقافي هذا، وإحياء التراث الجزائري وترسيخ الهوية الجزائرية في أنحاء الأجيال القادمة. احنا ماذا بينا عندنا تقاليد، عندنا أصول، ماذا بينا أشاك فوا الناس تاخذها بعين الاعتبار وتعطي لها اهميه باش ما تروحش هكذاك. هذه هي ومدى بينا كدعوه عامه لجميع المواطنين يحضروا، ما زلنا اليوم وغدوا ان شاء الله اليوم يجوا يجيبوا اولادهم ويجوا باش يعرفوا الاصول والتقاليد من مختلف الاطباق التقليديه اللي نديروها من كل ولايه. وشكرا. القعدة اليوم في البهجة هاي اللي